يقول: أعاني من مس من الجان، وجاءني في الصلاة حتى أحسست أني ميت، فقلت إن لم أمت سأصلي، أو يقصد كتب سأصلي ولكن قد يكون سأصوم كل يوم اثنين وخميس، فوجدت أن الأمر صعب، هل علي إكمال هذا النذر أم أتصدق؟ هذا نذر طاعة معلق على الشفاء، وقد شفاك الله، قد شفاك الله ولم تمت على ما ذكرت، يجب عليك تنفيذ هذا النذر، تصوم. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وأنت نذرت طاعة أي الصيام، وقد وجد الشرط والشفاء، يجب عليك الصيام. نعم. يقول: ما هي الطريقة الصحيحة لتحصيل العلم، وكيف نفهم ونستفيد من كتب العلم؟ الكتب وحدها لا تكفي، لابد من العلماء، لابد من الاتصال بالعلماء والجلوس في حلق الذكر والاستماع إلى شرحهم وإلى توضيحهم، لابد من هذا الأمر. مجرد الكتب بدون معلم هذا لا يفيد شيئا، بل ربما يضر.